شعارها التحدي. قدم مباراة أثبت من خلالها أنه يستحق المرور للدور الثالث. هذه كرة في العمق وين الدمرجي يخرج ياسر الدمرجي ياخذ الكرة خليها. هذا اللي ما حبيناه، هذا اللي ما حبيناه. شحنا قلنا فما تردد من ياسر الدمرجي في الخروج للكرة في العملية اللي سبقت الهدف هذا. خرج ياسر الدمرجي ثم رجع الكرة كانت مباشرة في دين الياس الدمرجي تطيح من دين حارس المنتخب الأولمبي المنتخب الكونغولي. يعني هدية صراحة، هدية صراحة للمنتخب الكونغولي، هو نفسه ما كانش انتظرها. شوفوا الإعادة، كانت كرة في العمق الياس الدمرجي الكرة في ديه تفلت من دين الدمرجي حامل قميص رقم 7 9 يلقى الكرة قدامه. باسينغا صاحب هدف الذهاب، باسينغا أمامكم قا كرة سهلة بكل صدق سجل بها هدف. خروج غير موفق تماما للياس الدمرجي في هذه الكرة يخلي المنتخب الكونغولي يسجل هدف يرشحه إلى حد الآن، لكن مازال اللعب مازال